واحد مصري. يكتب يكتب بس ما بقالت إن كلامك اللي تكتبه، بس والله هذا من الطعمية اللي تاكلها مليانة ثوم، هي اللي سددت معاك. من اللي ما حمودي أمس ما يعرف يهرج اللي دعمه أمس 15 و10 يقول دعمه جعلك فداء، يعني ما يعرف ولا يهرج، جعلك فداء أمعاء توتة، جعلك فداء أمعاء توتة. قلت أنا إيه أمعائي الغليظة، يعني أنا لو إني من الداعم كان هجيت. هذه سبب ما هي مدحة، هو حمودي فاهمة إنه مدحة. جعلك فداء أمعاء توتة، أبك وش جعلك فداء أمعائي، أبك معاي وش بها. قلت يا أنا أمعائي الغليظة. هو يا ويلي قايل على إنه مدحة. تخيلوا مثلا انقطع خل خالي انقطع، نفسي ارحب 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 حطام بيحقق امنيتي قبل لا اقفل. سي منور حطام قلبي، في شيء قبل لا اقفل، أبي شيء قبل لا أقفل. طيب خاطري إذا تسمعني، حطام أوه يا ظهري، حطام موجود، مو بشغلك يا نواف، علم روحك. اشتغل رياضة بظهري، لازم أسوي رنين أصلاً. أنا شفت حطام خندي، وذاك اليوم عند المغسلة كأني شفت شخص واقف، يوم نظرت نحبلت انه قد واقف، يوم نظرت ولا ما في احد، شكله انا يدود. يا نواف يا قلبي ليش مخفي الليفل حقك؟
في سكر. عاد والله يا عقبكم أمس إني ما نمت لين الصبح، لين الساعة 5:30. ايه شلون مخفي؟ كان الشخص عامل مخفي، كان الشخص مسوي بالعدادات مخفي. نواف وشو؟ شفتي خضراء خضراء كخضارك يا مخضر. وش سؤالك مخفي؟ عادي قلبي يضرب وانت مخفي عادي. يا الربع اعطوني هدية حلوة قبل اقفل، يلا خلوني اقفل على شي حلو. يلا اسمع تعتع نواف، نواف نواف في شيء ولا قفل صريحة يعني، ترى قاعد تماطر شوي، أحس إنه عندك شيء ودك تنزله، نزله يا قلبي. يلا يا نواف.